بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. أعزائي الدارسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن بيان الفروض المقدرة في كتاب الله، وهي عددها 6. قبل ما نتكلم عنها نود تذكيركم فيما ذكرناه في المحاضرة السابقة، اللي هي أن تكلمنا عن أركان الميراث، وقلنا أركان الميراث بخلاصة شديدة هي المورث والوارث والموروث. طبعا الوارث هو المقصود فيه الشخص المتوفى أو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منهم، أما الوارث هو كل شخص تربطه بالمتوفى صلة تجعله مستحقا للإرث منه، أما الموروث وهو المقصود فيه التركة، أي ما يتركه المتوفى أو الميت. طبعا تكلمنا عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وتكلمنا عن أسباب الميراث. قلنا أسباب الميراث هي قرابة زوجية، أما الولاء لم يعد له وجود الآن. وتكلمنا برضو عن شروط الميراث. قلنا في موت المورث، هذا شرط بديهي، يعني قبل موت المورث أثناء ما هو الإنسان ما هو عايش على قيد الحياة فيش حاجة اسمها ميراث. الميراث يكون بعد الوفاة، أما ما يتصرف به الإنسان أثناء حياته فهو هذا تصرف عادي، لا نقول عنه ميراث. وبالتالي الإنسان أثناء حياته حر في التصرف في أمواله كيفما يشاء، ولا نطلق عليها ميراثا. أما فيما يتعلق الشرط الثاني هو تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، يعني الشخص اللي بده يورث يكون موجود وقت موت المورث. في عندنا موانع للميراث اللي هي القتل قلنا، واختلاف الدين واختلاف الدارين. تكلمنا عن القتل المنع من الميراث حسب القانون، وذكرنا كذلك اختلاف الدين، لا يرث المسلم من الكافر والكافر من المسلم. وقلنا معنى الكلام هذا انه لو شخص توفى وترك مثلا أم وزوجة كتابية، الأم هنا الزوجة هنا تأخذ لا ترث. ليش لا ترث؟ لأنه فيش لاختلاف الدين، وإنما لا يمنع هذا أن نضع لها وصية، بالتالي اختلاف الدين لا يمنع من أن نضع لها وصية أو أن نوصي لها. في أن اختلاف الدارين، اختلاف الدارين هذا كان قديما الأمر، في كان قديما دار إسلام ودار كفر، أما الآن في معظم الدول في بينها أو كل الدول في بينها معاملة بالمثل، وفي مواثيق دولية. طبعا قديما يراد به تبعت الوارث لدولة غير الدولة التي يتبعها المورث، وما يعرف الآن في القوانين الحديثة باختلاف الجنسية. طبعا اتفق الفقهاء على أن بلاد الإسلام ودولة الإسلام تعتبر دولة واحدة، فاختلاف الدارين بين المسلمين لا يمنع التوارث. اختلاف الدارين بين المسلمين لا يمنع التوارث، لأن أخوة الإسلام ووحدة العقيدة غلبت اختلاف الجنسية. أما فيما يتعلق باختلاف الدارين في غير المسلمين، طبعا هذا يعتبر مانع من الميراث، والبعض الآخر بيقول لا يعتبر مانع من الميراث زي المسلمين، كما أن المسلمين لا يمنع من الإرث اختلاف الدارين بينهم، وكذلك لا يمنع أهل الكتاب والكفار مع اختلاف الدارين بينهم من الميراث. بيقولوا أن المنع من الإرث عقوبة، ولا عقوبة إلا بنص، ولم يرد نص على أن اختلاف الدارين من موانع الميراث. بعتقد أن هذا الشرط أصبح شرط يعني مش مهم كتير في ظل هذه التطورات والمعاهدات الدولية والمعاملة بالمثل، لم يعد له وجود كما كان في الماضي، لأن فيش إن هلقيت دار إسلام ودار كفر في مواثيق وفي معاهدات دولية. البعض قد يقول ليش طب القتل مانع الميراث؟ لأن لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث، ولأنه من استعجل الميراث قبل أوانه بفعل محظور
فعوقب بحرمانه مما قصد لينجز عما فعل، ولأن التوريث مع القتل يؤدي إلى الإفساد. طبعا في بعض الأشخاص يقول لك مثلا بدي أستنى الشخص هذا، بدي أرث منه كمان 20 سنة 10 سنين، قد يستعجل الشيء قبل أوانه. عشان هيك في قاعدة فقهية تقول أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. القتل حسب نص المادة 586 من قانون الأحوال الشخصية، اعتبر القتل أنواع متعددة، بعضها يمنع من الميراث والبعض الآخر غير مانع. القتل المانع هو القتل المورث عمدا، سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، أو كان القتل شبه عمد أو خطأ، أو جاري مجرى الخطأ. طبعا تم تفصيله في المحاضرة السابقة. وعندنا قلنا في أحوال لا يعتبر القتل فيها مانع من الميراث، اللي هي القتل قصدا، والقتل في حال من حالات الدفاع، والقتل من وإذا كان القاتل مصاب بمرض أو جنون، وإذا كان القاتل صبيا غير مميز. أما من ناحية فقهية اختلف الفقهاء في القتل المانع من الميراث. قالوا الأحناف قال القتل المانع العمد وشبه العمد والخطأ، وأخرجوا القتل بالتسبب أو بحق أو بعذر من موانع الميراث. أما المالكية قالوا القتل العمد العدوان وما سواه لا يمنع من الميراث، وبالتالي السادة المالكية اختصروا القتل على القتل العمد العدوان. أما الشافعية والرواية عند الحنابلة قالوا كل قتل أي كان يعتبر مانع، بالتالي الشافعية توسعوا في قتل المانع من الميراث. أما الحنابلة القول الثاني لهم القتل المضمون بقصاص أو دية، وكل القتل مانع من الميراث. طبعا احنا فصلنا الكلام هذا، ايش القتل العمد وايش القتل العمد في المحاضرة، والقتل الجاري مجرى الخطأ، كل هذا تكلمنا عليه في المحاضرة السابقة. اما فيما يتعلق باختلاف الدين، قلنا المراد به ايش؟ لا يرث المسلم، لا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر. اما المرتد يرثه قريبه المسلم في ماله، في ماله الذي اكتسبه في حال اسلامه. أما المال الذي اكتسبه في ردته يوضع في بيت المال، أو أما المرتد فلا يرث من غيره. المقصود في بيت المال الآن هي وزارة المالية. طبعا فيما يتعلق بالمرأة المرتدة يرثها قريبها المسلم مما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها. المرأة المرتدة يرثها قريبها المسلم مما ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها. أما اختلاف الدارين حسب ما جاء في نص المادة 588، المراد باختلاف الدارين أن يكون الوطنان اللذان بهما الوارث والموروث مختلفتين في الديانة، دولة إسلامية ودولة غير إسلامية. وبالتالي اختلاف الدارين المقصود به أن يكون الوطنان اللذان بهما الوارث والمورث مختلفتين في الديانة، دولة إسلامية ودولة غير إسلامية. وإن اختلاف الدار يمنع التوارث بين غير المسلمين، أما بين المسلمين لا يمنع التوارث حسب القانون. وبالتالي إن اختلاف الدارين بين المسلمين لا يمنع التوارث فيما بينهم مهما بعدت بينهم الأماكن وفرقت بينهما الأوطان، لأن وحدة الإسلام وحدة واحدة. أما فيما يتعلق في الرق فلم يعد له وجود الآن. هنتكلم عن الوصية والنواحة بعد ما نتكلم عن أصحاب الفروض والعصابات، هنرجع الكلام عنها. أما فيما يتعلق في بيان الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، قبل ما نتكلم عن بيان الفروض المقدرة في كتاب الله وهي عددها 6، لابد أن نعرف إيش يعني الفرض أو أصحاب الفروض. هما بداية هما الذين حدد الله تعالى لهم نصيبهم من التركة الميت، وتم تحديدهم في سورة النساء من آية 11 وآية 12 وآية 176 من سورة النساء. بداية
الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل عددها 6، منقسمهم إلى نوعين. النوع الأول بتعلق بالنص والربع والثمن، بمعنى النص ونصه ونص نصه. أما القسم الثاني هو المتعلق في الثلثان والثلث والسدس، وهذا القسم الثاني أو النوع الثاني. فيما يتعلق بالنوع الأول اللي هو فرض النصف، يعني هنتكلم عن كل فرض وعن مين وعن بعض التطبيقات الخاصة فيه. بداية، فرض النصف يستحق 5 من الورثة. فرض النصف يستحق 5 من الورثة، مين هم؟ هم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. يبقى فرض النصف يستحق 5 من الورثة. ممكن يجيكوا بالصح وغلط، يعتبر فرض النصف المستحقون له 6، يعني طبعا خطأ، إنما المستحقون له قديش؟ 5، وطبعا وفق الشروط اللي سوف نتناولها. طبعا الدليل عليه إيش؟ الدليل عليه قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، وكذلك في ميراث الزوج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وفي قوله تعالى: وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. حنيجي نتكلم عن الزوج، وحنتكلم عن بعض التطبيقات. طبعا الزوج عشان ياخد النصف لازم تتوفر فيه شروط. ايش هي الشروط؟ اول حاجة هو عدم وجود، ان يكون عقد الزواج طبعا صحيح، هذا شرط بديهي طبعا. والزوج هو الشرط الرئيسي اللي فيه عدم وجود فرع وارث. ايش يعني عدم وجود فرع وارث؟ بمعنى أن الزوجة ملهاش أولاد، الزوجة ملهاش أولاد. وتو ذكرنا الدليل عليه، يعني توفى الزوجة عن زوج وأم. الزوج قديش هنديه؟ هنديه نص. ليش هنديه النص؟ يعني مع التعليل، لأن لعدم وجود فرع وارث. أما البنت الصلبية، البنت الصلبية اللي هي المقصود بها هي بنت المتوفى، يعني توفى عن بنت وزوج، توفت عن بنت وزوج. البنت قديش هتاخد؟ هتاخد النصف. طب ليش هتاخد النصف؟ لأنها واحد منفردة، 2 فيش ذكر مماثل. ايش الذكر المماثل؟ يعني ما فيش هنا ابن، هنا ما فيش ابن. يعني لو قلنا توفت عن بنت وابن، يبقى البنت هنا مش هتاخد نص، انما هتاخد للذكر مثل حظ الانثيين. يبقى اول شرط بالنسبة للبنت الصلبية ان تكون منفردة وعدم وجود ذكر مماثل. في المثال هذا نقول توفى الزوجة عن بنت وزوج. البنت هتاخد قديش النصف؟ ان هتاخد النصف، والزوج هياخد قديش؟ طبعا هياخد الربع. ليش؟ لان لوجود الفرع الوارث. طبعا مش موضوعنا الان، عشان هيك انا حاطط علامة استفهام او سؤال. البنت الابن تقريبا نفس الشروط، مع اضافة شرط اللي هو عدم وجود بنت اعلى منها. مين بنت اعلى منها؟ هي البنت هذه تو ذكرناها. يبقى بنت الابن ثالث حاجة من أصحاب النصف، بنت الابن وإن نزلت. إيش بنت الابن وإن نزلت؟ يعني بنت الابن وبنت بنت الابن. أما بنت البنت لا تعتبر من أصحاب الفروض كما ذكرنا. يبقى 3 شروط لبنت الابن: هي أن تكون منفردة، وعدم وجود ذكر مماثل. إيش الذكر المماثل؟ يعني ملهاش أخو. يعني هنا بالمثال هذا موجود بنت ابن، لو في معها كمان زائد ابن هنا لا تأخذ النصف، إنما تأخذ النصف إذا كانت منفردة وعدم وجود ذكر مماثل هو ابن الابن، وعدم وجود بنت أعلى منها. مين البنت اللي أعلى منها؟ اللي هي البنت الصلبية. أما في حال عدم وجود البنت الصلبية بتحل مكانها بنت الابن وبتأخذ النصف وفق الشروط اللي ذكرناها. وكذلك الأخت الشقيقة،
دليل ميراثها زي ما قلنا: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت الشقيقة المقصود فيها هي الأخت، أخت الميت من أبوه أمه. يبقى إحنا عشان نكون بالتمام، لما تلاقي مسألة على طول ننسبها للميت. الأخت الشقيقة المقصود فيها أخت الميت من أبوه وأمه. أخت الشقيقة المقصود فيها شقيقة المتوفى اللي هي أخته من أبوه وأمه. عشان تأخذ هذه الشقيقة النصف، إيش هيتوافى؟ هتوافر عدة شروط، لازم يتوافر عدة شروط. واحد، أن تكون منفردة، نفس عدم وجود ذكر مماثل، يعني هنا ما يكونش لها في أخ مع الأخت، في أخ، وعدم وجود فرع واس اللي هو الابن وابن الابن، وعدم وجود أصل ذكر، عدم وجود أصل ذكر. الأصل الذكر هو المقصود فيه، قلنا الأصول هما الأب والجد وأب ال أو الأب وأب الأب، هدول المقصود فيهم الأصول، أو عدم وجود أصل ذكر. يبقى في المثال هذا لو قلنا توفى عن أخت شقيقة وزوجة، توفى مين اللي توفى؟ شخص توفى عن أخت وزوجة. يبقى الأخت الشقيقة هذه هتكون مين؟ أخت المتوفى. والزوجة هذه هتكون مين؟ هتكون امرأة إيش؟ الشخص المتوفى. يعني عشان هيك بنقول أخت شقيقة وزوجة. عشان هيك ممكن نقول احنا توفى زوج عن زوجة واخت شقيقة. الاخت الشقيقة هتاخد قديش؟ هتاخد ايش؟ النصف. طب الزوج هتاخد قديش؟ زي ما عرفنا، او زي ما هناخد الان بعد شوية، الزوج هتاخد الربع. ليش هتاخد الربع؟ لعدم وجود فرع وارث. يبقى ملناش احنا بالزوج، خلينا على الاخت. الاخت في قوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس هو له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. عشان تاخذ النصف لازم توفر فيها عدة شروط: أن تكون منفردة، وعدم وجود ذكر مماثل، وعدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل ذكر. وبينا كل واحد إيش المقصود فيه. أما الأخت الأب فالمقصود فيها هي أخت المتوفى بس من أبوه، مش من أبوه أمه، من أبوه فقط. الأخت الأب هي أخت الشخص المتوفى من أبوه، من أبوه فقط، مش من أبوه وأمه. من أبوه وأمه بنقول عنها أخت شقيقة، أما الأخت الأب بتكون أخته من أبوه. وهذه الأخت وهي آخر حاجة في فرض النصف. عشان تاخد النصف لازم توفر عدة حالات: أن تكون منفردة، واحد، اثنين، عدم وجود ذكر مماثل، يعني ما فيش هنا أخ لأب، لو في أخ لأب هتاخد الذكر مصلحة الأنثيين، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود أصل ذكر، عدم وجود أخت شقيقة. يبقى لو في أخت شقيقة الأخت الأب لا تأخذ فرض النصف، لو في أخت شقيقة الأخت الأب لا تأخذ فرض النصف، إنما تأخذ فرض آخر جايين بالكلام عنه. يبقى لو توفى عن أخت الأب وزوجة، الأخت الأب هتاخد قديش؟ هتاخد النصف. طب الزوج هتاخد قديش؟ هنعرف بعدين. هذا فيما يتعلق بفرض النصف. يبقى فرض النصف أصحابه خمسة، اللي هو نعيده مع بعض: الزوج والبنت الصلبية وبنت الابن، ومين كمان؟ والأخت الشقيقة والأخت الأب. يبقى الزوج وهي اثنين البنت الصلبية، بنت الابن وإن نزلت، والأخت الشقيقة أربعة، والأخت الأب هي خمسة وفق الشروط اللي ذكرناها. طب خلصنا من فرض النصف، في عندنا فرض الربع اللي هو نصف النصف. مين بيستحقه؟ بيستحقه طبعا الزوج والزوجة. فرض النصف مين بيستحقه؟ بيستحقه الزوج والزوجة. طب الزوج وقتيش بيستحقه؟ هنعرف بعد. أول حاجة هنتكلم عن الربع والدليل عليه، اللي هو: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وفي قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد.
الآيات هذه ضروري نحفظها، أنا بطلبش منكم تحفظوا حاجة صعبة، إنما هذا قرآن والمفروض أن نكون كلنا حافظينه. دليل الزوج تكلمنا عليه، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، يبقى الزوج هياخذ الربع وقت إيش؟ إذا كان في فرع وارث اللي هو إيش؟ الولد، والولد قد يطلق على المذكر وعلى المؤنث كما ذكرنا في المحاضرة الأولى. مثال: توفت عن زوج وبنت، البنت هتاخد قديش؟ هتاخد النصف زي ما قلنا. ليش هتاخد النصف؟ لأنها منفردة. طب الزوج هياخد قديش؟ هياخد الربع. ليش الزوج هياخد الربع؟ نعلل التعليل، لأن الزوج أخذ الربع لوجود فرع وارث، لوجود فرع وارث اللي هو إيش؟ الولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. في عنا 2: الزوجة اللي هي عدم وجود فرع وارث، الزوجة عدم وجود فرع وارث بتأخذ النصف على عكس الرجل، الرجل لو في فرع وارث بياخذ الربع، الزوجة لو ما فيش فرع وارث بتأخذ الربع. مثال: توفى عن توفى زوج عن زوجة واخت شقيقة، الزوج هتاخد الربع. ممكن يجيك سؤال: ليش هتاخد الربع الزوجة؟ لوجود ايش؟ لعدم وجود فرع وارث. والاخت الشقيقة هتاخد النصف. ليش هتاخد النصف؟ هتاخد النصف لانها منفردة وما فيش فرع وارث، ولا في اخ شقيق او اخ عاصب، وما فيش اصل ذكر، عشان هيك بتاخذ النصف. هنيجي فرض الثمن. فرض الثمن هو فرض الثمن يستحق واحد من الورثة. فرض الثمن يستحق واحد من الورثة اللي هي ايش؟ اللي هي الزوجة في حال وجود فرع وارث. قلنا الفرع الوارث المقصود فيه مين؟ المقصود فيه الأولاد سواء ذكور أم إناث. ايش الدليل عليه؟ قوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى الزوج هتاخد الثمن وقت ايش؟ هتاخد الثمن في حال وجود فرع وارث. يبقى توفى عن زوجة وبنت ابن ابن، هيبقى باعتبار فرع وارث بنت ابن ابن، الزوج هتاخد الثمن وبنت ابن ابن هتاخد النصف. ليش هتاخد النصف؟ زي ما اتكلمنا، لانه ما فيش بنت اعلى منها وما فيش ايش؟ ذكر مماثل. لو في هنا ابن ابن يبقى البنت هنا مش هتاخد النصف، هتاخد الذكر مثل حظ الانثيين. هيك بنكون تكلمنا عن القسم الاول اللي هو او النوع الاول اللي هو الربع فرض النصف، والربع والثمن. قلنا النصف له 5، في 5 أشخاص يستحقوه، أصحابه 5 اللي هم الزوج والزوجة، اللي هم عفوا الزوج والبنت الصلبية والأخت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. أما فرض الربع بيستحقوا مين؟ بيستحقوا 2 اللي هم الزوج والزوجة. وأما فرض الثمن بيستحقوا مين؟ يستحقوا فقط الزوجة. طب هل ممكن إنه يجتمع الثمن والربع في مسألة واحدة؟ مستحيل يجتمع في مسألة واحدة. ليش؟ لأنه الثمن فرض الزوجة، والربع برضه فرض الزوج. يبقى هل ممكن يتصور أن نجمع بين الزوج والزوجة في مسألة واحدة؟ لا يتصور أن نجمع بين الزوج والزوجة في مسألة واحدة. كيف توفى عن نقول مين اللي توفى عن زوج وزوجة؟ يبقى لو ابن توفى، في بكون هنا أب وأم مش زوج وزوجة، يبقى الزوج والزوجة بيجتمعوش مع بعض في فرض الربع والثمن. هنيجي القسم الثاني اللي هو فرض الثلث والثلثان والسدس. فيما يتعلق بالثلث، يستحق 2 من الورثة اللي هم الأم والأخوة الأم، طبعا وفق شروط معينة. الثلث دليل عليه قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث.
وفي قوله تعالى السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طبعا هذا بتعلق بالإخوة الأم. هنيجي إحنا نتكلم عن الأم. الأم طبعا عشان تأخذ فرض النصف الثلث لازم توافر شرطين. أول حاجة عدم وجود فرع واس اللي هو إيش، الابن أو البنت وإن نزل، وعدم وجود عدد من الإخوة من أي جهة كان، سواء كان أخوة الأم أو أخوة أو أخوة أشقاء. هذول كلهم نقول عنهم بنزل الأم أو بيمنعوها من الثلث، بخلوها تنزل إلى السدس. وبالتالي عشان الأم تاخذ الثلث لازم يكون في إيش، عدم وجود فرع وارث، وكذلك عدم وجود عدد من الإخوة. يعني لو في أخ واحد بتاخذ الثلث مش مشكلة، ولكن في اثنين فأكثر تاخذ الثلث. مثال: توفى عن أم وزوجة، عن أم وزوجة، الأم هتاخد هنا الثلث. ليش هتاخد الثلث؟ لأنه ما فيش هنا فرع وارث، وما فيش عنا برضو عدم وجود عدد من الإخوة. والزوجة هنا هتاخد الربع. طب ليش الزوج هتاخد الربع؟ أخدنا هذه لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأم ليش أخذت الثلث؟ أخذت الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من الإخوة. هنيجي عن الإخوة الأم. الإخوة الأم المقصود فيهم إخوة المتوفى من أمه فقط. ميزنا، احنا قلنا في إخوة أشقاء، هذول بنقول عنهم الحواشي، في إخوة أشقاء وفي إخوة لأب وفي إخوة لأم. الإخوة الأشقاء قلنا أخو المتوفى من أبوه وأمه، أما الإخوة لأب هو بيكون أخوه من أبوه، أما الإخوة لأم بتكون بس أخوه من أمه. يفترض أن الأم متجوزة أكثر من كانت متجوزة، ثم طلقت أو توفى عنها زوجها وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه، فأولاد الزوج الأولاني وأولاد الزوج الثاني بالنسبة للأم بكونوا أخوة لأم. أخوة لأم الأولاد اللي أنجبتهم من كلا الزوجين بكونوا أخوة لأم. الأخوة لأم عشان ياخذوا فرض الثلث لازم يكون في عدة شروط متوافرة، هي عدم وجود فرع وارث اللي هم الأبناء سواء ذكور أم إناث، وعدم وجود أصل ذكر. عدم وجود أصل ذكر هو المقصود فيه الأب وإن علا. يعني هنا توفى عن عن أخوان لأم مثلا، أو اثنين إخوة لأم وزوجة، الأخوان لأم هنا هياخدوا الثلث. طب ليش هياخدوا الثلث؟ على طول نتذكر الخريطة، هنا في فرع وارث، في أولاد هنا ما فيش أولاد، طيب تمام. يبقى تاني حاجة في أب هنا ما فيش أب، يبقى بنديها على طول الثلث، بندي الإخوة الأم الثلث. لكن ولو كان في هنا توفى عن اثنين أخ لأم وزوجة وأب، هنا الإخوة مش هياخدوا حاجة. ليش مش هياخدوا حاجة؟ لأنه الأبو موجود، لكن في حال عدم وجود الأب الإخوة الأم يرثوا. طيب الزوج هتاخد قديش هنا؟ ليش الزوج أخدت ربع؟ أخدت ربع لعدم وجود الفرع الوارث. عشان هيك أنا بضل أعيد وأزيد الشروط هاد، نحفظها زي أسامينا، أو ننسى أسامينا ونحفظها، ضروري جدا. لأن عشان تعرف تحل أي مسألة لازم أول حاجة تعرف توزع مين أصحاب الفروض أو تعرف نصيبهم. يبقى إحنا عرفنا هيك فرض الثلث مين اللي بتاخده الأم، وبتاخده مين؟ وبياخده الإخوة الأم. الإخوة الأم بتاخده في حال عدم وجود عدد من الإخوة، وكذلك بتاخده زي ما قلنا عدم وجود فرع وارث. في فرع وارث الأم بتاخد إيش؟ السدس. أما في حال عدم وجود في فرع وارث وعدم وجود عدد من الإخوة، الأم هنا بتاخد قديش؟ بتاخد الثلث. الإخوة الأم في شرطين لهم، قلنا عدم وجود فرع وارث وعدم وجود أصل ذكر. خامسا فرض الثلثان. فرض الثلثان تقريبا نصف، زي فرض إيش؟ النصف، منزود عليه التعدد لقوله تعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك.
فالثلثان هو أكبر نصيب للبنات، الثلثان هو أكبر نصيب ورد في القرآن الكريم من أصحابه. أصحابه طبعا اللي هم النساء، عشان هيك احنا بنقول لو قلنا أكبر نصيب تم تقديره في القرآن الكريم اللي هو إيش، اللي هو بنقول على طول الثلثان. طيب الثلثان مين أصحابه؟ أصحابه طبعا اللي هم أربعة، اللي هم بنتا يعني الأربعة. ليش أربعة؟ بيختلف عن النصف، احنا النصف جبنا الزوج، الزوج بياخدش النصف، طب جبنا الزوج بضل قديش؟ أربعة. الأربعة اللي هم إيش؟ بنتان صلبيتان فأكثر، يعني حتى لو كانوا 10 بنات بيشتركوا كلهم في الثلث إذا وفق شروط معينة، بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر وفق الشروط التالية. هنيجي البنتين الصلبيتين، تكلمنا إيش المقصود فيهم في التعدد. إيش التعدد؟ تنتين فأكثر، عدم وجود أصل ذكر، يعني ما فيش لهم، ما فيش أبناء، ما فيش مع البنت ولد، إذا وجد مع البنت ولد لذلك مصلحة الأنثيين على طول. ورد ذكر الدليل من القرآن الكريم، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وفي قوله تعالى فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. مثال، توفى عن 2 بنت وزوجها، 2 بنت هنا هياخدوا ايش؟ هياخدوا التلتين، والزوجة هتاخد ايش؟ التمن. طب الزوجة هتاخد التمن، عرفنا لوجود فرع واسع. طب البنتين ليش اخدوا التلت؟ اخدوا التلتين لانه في بنتين فاكثر، وما فيش لهم ذكر مماثل، وبالتالي توافرت الشروط. الشروط توافرت اللي قلناها ايش عنها؟ التعدد وعدم وجود ذكر مماثل. لو في ذكر مماثل هو في مع البنت، لو في هنا قلنا 2 بنت ابن وابن، هنا للذكر مثل حظ الانثيين، ولكن فيش ابن هنا، بتقول البنت بتاخذ فرض ايش؟ التلتين. اما بنتا ابن وان نزلنا نفس الشروط بالزياده، بنضيف شرطات اللي هو عدم وجود بنت اعلى منها، عدم وجود بنت اعلى منها. يبقى بنتا ابن وان نزلنا بياخذ فرض الثلثان في حال التعدد، وفي حال عدم وجود ذكر مماثل، وفي حال عدم وجود ذكر مماثل. وفي حال عدم وجود بنت أعلى منها درجة. هيك بنكون كلمنا عن البنت وبنت الابن. وإن نزلنا نتكلم عن أختان شقيقتان، أختان شقيقتان برضو بياخذوا فرض بياخذوا فرض الثلثان وفق شروط معينة، اللي هي إيش؟ اللي هي قلنا التعدد، عدم وجود ذكر مماثل، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود أصل ذكر. يبقى الأختان الشقيقتان وقتاش بياخدوا النصف؟ بياخدوا الثلثان. تعدد، عدم وجود ذكر. ايش تعدد؟ يعني تنتين فاكثر. عدم وجود ذكر مماثل اللي هي ما لهاش اخو. عدم وجود فرع واسل هم الابناء. عدم وجود اصل ذكر. لو في اب هنا، لو قلنا توفى شخص عن 2 اخت واب وزوجة، الاخوات لا يرثوا. ليش لا يرثوا؟ لانه في هنا فرع في اصل ذكر. يبقى الأخوات مع الأب لا يرثوا، الإخوة مع الأب لا يرثوا، نحفظها قاعدة، الإخوة مع الأب لا يرثوا. مثال، قلنا توفى عن أختان شقيقتان أو وزوجة، الأختان بياخدوا الثلث والزوجة بتاخد الربع. هنيجي إلى الرابع اللي هي مين؟ هي أختان لأب، أختان لأب. إيش ميراثهم؟ نفس الحاجة مع إضافة شرط اللي هو عدم وجود أخت شقيقة. يبقى
اختال الاب يأخذ فرض الثلثان، التعدد، عدم وجود ذكر مماثل، عدم وجود فرع وارث، الفرع وارث هم الابناء، عدم وجود اصل ذكر، عدم وجود اخت شقيقة. يعني لو الاخت اختان الاخت الاختان الاب اجتمع مع الاخوات الشقيقتات الشقيقات لا يأخذ فرض الثلثان، انما بكون لهم حاجة تانية. قد يحجبوا في بعض الحالات اذا ما كانش معهم معصب، ولكن خلينا احنا هنا اختال الاب يرثوا ثلثان في حال التعدد، عدم وجود ذكر مماثل، عدم وجود فرع وارث، عدم وجود اصل ذكر، عدم وجود اخت شقيقة. وقلنا الاخت الشقيقة لو اجتمعت مع الاخت الاب، الاخت الاب لا تاخذ الثلثان. طب نفترض في 2 اخت شقيقة، قد تحجب الاخت الاب لان فرض النساء هو قديش؟ ثلثان. فان كنا نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. يبقى لو شخص توفى عن 5 اخوات لاب وزوج، توفت مثلا زوجة عن زوج و5 اخوات لاب، ال5 اخوات هذول هياخدوا قديش؟ هياخدوا التلتين. التلتين ليه هياخدوا التلتين؟ ليش؟ لانهم بكل بساطة هنرجع على الشروط. 1 في تعدد، يبقى في تعدد، 5 في تعدد. نروح الشرط الثاني، عدم وجود ذكر مماثل، في هنا اخ لاب، فيش اخ لاب، يبقى تمام. طب عدم وجود فرع وارث، في هنا ابن، فيش ابن. عدم وجود اصل ذكر، في اب هنا، ما فيش اب. عدم وجود في اخت شقيقة، ما فيش اخت شقيقة، يبقى على طول فورا نديها فرض الثلثان، والزوج بياخد ايش؟ النصف. فيما يتعلق بفرض السدس، فرض السدس بياخذوا 7 من الورثة. يبقى احنا تكلمنا عن الثلث والثلثين من القسم الثاني، فاضل عندنا ايش؟ فرض السدس. مين بيستحقوا؟ يستحقوا 7 من الورثة. مين هم؟ اللي هم الاب والجد والام وبنت الابن والاخت الشقيقة، لا عفوا، الاب والجد والام وبنت الابن والاخت الاب والجدة والاخ الام والاخت الام. طبعا ايش الدليل عليه؟ قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. وبالتالي في ولد اعطوه للاب والام بياخذوا فرض السدس. وفي قوله تعالى في حق الاخوة: فان كان له اخوة فلامه السدس. وفي قوله تعالى: وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. هنيجي هنتكلم أول حاجة فرض السدس فيما يتعلق بالأصول، هم الأب. هنتكلم عليه. الأب هو له 3 حالات، ميراث الأب له 3 حالات. الحالة الأولى اللي هي في حال وجود فرع وارث، يستحق فرع وارث مذكر، يستحق السدس. طب في حال وجود فرع وارث مؤنث، يستحق السدس زائد عصبة. نقول ايش عصبة؟ يعني بياخذ الباقي، بياخذ فرضه، وبعد اذا ضل حاجة بياخذها كمان. وفي حال عدم وجود فرع يستحق، ياخذ كل التركة. نيجي الحالة الاولى. الحالة الاولى في حال عدم وجود فرع وارث، يستحق السدس. مثال بنقول هنا: توفى عن اب وابن وزوج، الاب هنا هياخد السدس. طب ليش هنا اخد السدس؟ اخد السدس لانه فيش فرع لانه في فرع وارث اللي هو مين؟ الابن. والزوج قديش اخد؟ الزوج اخد ربع. ليش الزوج اخد ربع؟ اخدناها هذه، اخد الربع لانه في فرع وارث، وبالتالي الابن بياخذ الباقي. يبقى في حال عدم وجود فرع وارث، الاب على طول مدي السدس. طيب في حال وجود فرع وارث مؤنث، فرع وارث مؤنث هو البنت، الأب بيقص السدس زائد عصب، يعني زائد الباقي. يعني نقول لو قلنا توفى عن أب وبنت وزوجة، بنعطي كل واحد نصيبه من أصحاب الفروض هو أب، بياخذ السدس زائد عصبة. ليش عصبة؟ قلنا لأنه في فرع وارث مؤنث اللي هي البنت، والبنت بتأخذ فرضها لأنها منفردة نصف، وللزوجة بتاخد الثمن. ليش بتاخد الثمن الزوجة؟
لوجود الفرع الوارث، وبالتالي الأب هنا بيكون نصيبه سدس زائد عصبة، والبنت هنا بتكون قديش؟ النصف، والزوجة بتكون الثمن. يبقى الأب بياخد نصيبه زائد إن تبقى شيء من التركة. طيب توفى عن أب وأخ شقيق وزوجة، الحالة الثالثة، مثال هي الحالة الثالثة هذه اللي هو فرض السدس. قلنا أول حاجة بناخذ فيها الأب، قلنا الأب له 3 حالات، في حال وجود فرع وارث مذكر يأخذ السدس ومثلنا، وفي حال عدم وجود فرع وفي حال وجود فرع مؤنث يأخذ السدس، وفي حال عدم وجود فرع وارث يستحق تركة. الحالة الثالثة فيش فرع وارث، يبقى في توفى عن أب، شخص توفى عن أب وأخ شقيق وزوجة. الأخ الشقيق قلنا إذا في أب وفي إخوة، الإخوة لا يرثوا في حال وجود الأب على طول، يبقى الزوجة بياخدوا نصف والباقي بياخدوا مين؟ بياخدوا الأب. الباقي ياخده مين؟ الأب. هنيجي الجد. طبعا احنا الجد في القانون عندنا الجد كالأب في حال عدم وجود الأب، ريحنا القانون كتير، ولكن فقها في الجد يختلف في بعض المذاهب. الجد لا يمنع الإخوة من الميراث كما يمنع الأب الإخوة، ولكن احنا اللي بيهمنا احنا نعرف مين أصحاب السدس، اللي هو نقول الجد يعتبر برضه من صاحب السدس في حالات اللي هي عدم وجود الأب. 2، عدم وجود الجد الأقرب وارث كالأب في حال عدم وجود الأب. يعني إيش؟ يعني توفى عن أب وابن وزوجة. الأب هنا بياخد قديش؟ سدس، وهنا الزوجة بياخد الربع لوجود فرع واس اللي هو مين؟ الابن. في حال المقصود في حال عدم وجود الجد الأقرب، يعني نفترض هنا إنه توفى عن أب، يبقى وفي واحد أب، يبقى الأقرب إيش هو؟ أب الأب من أب الأب، وبالتالي الجد يأخذ السدس في حال عدم وجود الأب وفي حال وجود الجد الأقرب درجة. قانونا قلنا أو ما جرى عليه العمل أمام المحاكم إنه الجد كلا في حال عدم وجود الأب، والجد لا يمنع والجد يمنع الميراث في القانون عندنا، ولكن في الفقه في بعض مذاهب يتوارث الإخوة مع الجد. الأم زي ما قلنا إلها قلنا قد تستحق الثلث وقد تستحق إيش؟ وقد تستحق السدس. السدس وقت إيش تاخده؟ في حال وجود فرع وارث، وفي حال إيش كمان؟ عدد من الإخوة. يبقى في عنا فرع وارث هم الأولاد، وفي عنا وجود عدد من الإخوة. إيش العدد من الإخوة اللي هم الأخوان فأكثر، سواء كانوا أم أو أولاد أو أشقاء. أم بنت زوج، مثال بنت أم زوج، البنت هنا هتاخد قديش؟ الأم هتاخد هنا السدس. طب ليش هتاخد السدس؟ لأنه هنا في فرع وارث اللي هو ابن الابن. طب بنت الابن ليش أخذت النصف؟ لأنها منفردة، نتذكر الحالات ما فيش معها ذكر، لو في هنا ابن يبقى في ذكر مماثل، يبقى على طول للذكر مثل حظ الإنسان. الزوج أخذ الربع، ليش الزوج أخذ الربع؟ هاخد الربع لوجود الفرع الوارث. هنا برضو توفى عن أم واثنين أخ شقيق وزوج، يبقى هنا الأم هتاخد السدس وهتاخد والزوج هياخد الربع، 2 أخ شقيق هيكونوا عصبة، يبقى الاثنين الإخوة الأشقاء هدول أنقصوا أمهم من الثلث إلى السدس، أنقصوها. ولكن لو كان في هنا أخ شقيق واحد، الأم هتاخد الثلث، لكن في 2 إخوة عدد، يبقى الأم هتاخد السدس. يبقى هنا احنا هيك اتكلمنا على فرض السدس، قلنا أصحابه مين؟ الأب، اتكلمنا عليه واتكلمنا عن الجد واتكلمنا عن الأم. بنت الابن، ننتبه جيدا، بنت الابن وإن نزلت، يعني ايش إن نزلت؟ قلنا بنت ابن،
بنت ابن ابن ابن، وبالتالي وإن نزلنا قد ما نصل، وبالتالي في شروط معينة بتأخذ فرض السدس. في حال وجود بنت أعلى منها مستحقة لفرض النصف، يبقى بنت الابن وإن نزلت تأخذ فرض السدس في حال وجود بنت أعلى منها مستحقة لفرض إيش؟ النصف. زي إيش؟ هاي مثال: توفى شخص عن بنت وبنت ابن توفت زوجة، زوجة توفت عن بنت وبنت ابن وزوج، يبقى بنت الابن البنت هتاخد ايش؟ هنتذكر الحالات، هنرجع البنت هنا منفردة ولا في معها عاصب؟ في معها اخوة او ابن ابن؟ فيش معها ابن ابن، يبقى هتاخد ايش؟ النصف. طب بنت الابن هتاخد ايش؟ هتاخد السدس. ليش هتاخد السدس؟ تكملة للثلثان. لو حطينا السدس على النصف بيصير ايش؟ ثلثان. وان كنا نساء فوق اثنتان فلهن ثلثا ما ترك. والزوج هياخد قديش؟ هياخد الربع. ليش الزوج هياخد الربع؟ لانه في فرع وارث. والاخت الام نفس الحاجة في حال وجود اخت شقيقة مستحقة لفرض النصف. مثال: اخت شقيقة اخت لاب وزوجة، توفى عن زوجة واخت شقيقة واخت لاب، الزوج هتاخد الربع. ليش هتاخد الربع؟ لعدم وجود فرع وارث. اللي ايش قلنا؟ الفرع وارث هم الابناء. طب الاخت الشقيقة ايش هتاخد؟ هتاخد النصف. هتاخد النصف لانها ايش؟ منفردة، ما فيش معها عاصب وفيش معها اخوة وما فيش فرع وارث، هتاخد النصف. اما الاخت الاب هتاخد ايش؟ هتاخد السدس. ليش الاخت الاب هتاخذ السدس؟ هتاخذ السدس لانه تكمل للثلثان. زي ما قلنا: فان كنا نساء فوق اثنتان فلهن ثلثا ما ترك. آية المواريث ضروري نحفظها، اللي هي بتقول قوله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، وان كانت واحده فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. زي ما خدنا. هنيجي للحاجة الخامسة: الجدة. الجدة وقتيش بتاخذ السدس؟ الجدة تاخذ السدس في حال عدم وجود الأم، لأن الأم تحجب جميع الجدات. الأم تحجب جميع الجدات، خليها ملاحظة مهمة جدا. الأم في حال وجود أم تحجب جميع الجدات. أما الأب يحجب الجدة الأم فقط، الجدة الأب فقط. يبقى الأم تحجب جميع الجدات، أما الأب يحجب الجدة لأب فقط. يبقى الجدة عشان تأخذ السدس لازم يتوفر في حالتين، اللي هما عدم وجود الأم وعدم وجود الجدة الأقرب منها. يبقى توفى عن أم اللي هي الجدة، وابن ابن ابن وزوج. يبقى ام الام اللي هي الجد هتاخذ ايش؟ السدس. ليش هتاخذ السدس؟ لانه ما فيش هنا ام. طيب ليش كمان هتاخذ السدس؟ علل: عدم وجود الجد الاقرب منها، وفي زوج هنا هياخذ ايش؟ هياخذ الربع. يبقى الجدة تأخذ السدس إمتى؟ بتأخذ السدس في حالتين: عدم وجود الأم وعدم وجود الجدة الأقرب منها. مثال: توفى عن أم وابن ابن ابن وزوج. توفت عن أم وابن ابن وزوج، الزوج هياخد على طول ايش؟ هياخد الربع. ليش هياخد الربع؟ قلنا لأنه في وجود في العوارث. أم الأم هتاخد ايش؟ أم الأم هتاخد السدس اللي هي الجدة، أما الباقي فبياخده الابن. عشان هيك احنا بنقول انه مش معنى انه منوزع الفروض اول حاجة في المسائل انه اصحاب الفروض احسن من اصحاب العصبات. لا، قد يكون اصحاب العصبات في حالات كتيرة نصيبهم اكثر من اصحاب الفروض. الاخ لأم والاخت لأم بياخذوا فرض النصف، السدس عفوا، في حال وجود عدم وجود فرع وارث اللي هم الأبناء، وعدم وجود أصل ذكر. إذا في أصل ذكر يبقى مين هياخذه؟ هياخذ
الإخوة الأم مش هيرثوا حاجة في حال وجود أب هنا، الإخوة الأم مش هياخدوا حاجة. يبقى احنا عشان نقول إنه الأخت الأم أو الأخ الأم يأخذ فرض السدس، لازم توفر حالتين: عدم وجود فرع وارث، وعدم وجود أصل ذكر. عدم وجود أصل ذكر، يبقى في هذه الحالة اللي تتوافر الشروط بنديهم فرض السدس، اللي هو عدم وجود فرع وارث اللي قلنا، وعدم وجود أصل ذكر. طبعا انه يكون منفردين، اخ لام او اخت لام. هنا لو في عنا اتنين اخ لام، بياخدوا ايش؟ بياخدوا الثلث، يشتركوا في الثلث. ولكن ايش اذا كانوا منفردين؟ بياخذوا ايش؟ بياخذوا السدس. يبقى اخ الام توفى عن اخ الام وزوجة وام، الاخ الام على طول هنديه السدس. ليش السدس؟ لانه منفرد. وتاني حاجة عدم وجود اصل ذكر، فيش هنا اب. طب زوجة هتاخد الربع، ليش هتاخد الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الام هتاخد الثلث، هتاخد الثلث. الام هتاخد الثلث ليش؟ لانه لعدم وجود عدد من الاخوة، عدم وجود فرع وارث. يبقى الام هنا في المثال هذا اخذت الثلث ليش؟ لانه ما فيش هنا فرع وارث، وفيش هنا عدد من الاخوة. لو في هنا اتنين اخ أو اخ لام، يبقى الام على طول هينقص نصيبها الى السدس. هيك بنكون اتكلمنا عن الانصبة المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، اللي هم قسمين: القسم الاول اللي هو النصف والربع والثمن، وتكلمنا عن اصحابه، وكذلك اتكلمنا برضو عن الثلثان والثلث والسدس، واتكلمنا مين أصحابه. يبقى فرض النصف يبقى له مين بيستحقوه؟ خمسة يستحقوه. فرض الثلثان قلنا يستحقوا الأربعة، وفرض الربع قلنا يستحقوا اتنين، وكذلك فرض الثمن يستحقوا واحدة. وقلنا لا يمكن أن يجتمع الربع والثمن لأنه من أنصبة الأزواج. كذلك اتكلمنا على فرض الثلث، وقلنا الثلث إما بيكون من نصيب الأم، وإما بيكون من نصيب الإخوة الأم في حال إنهم كانوا متعددين، وبالتالي بيشتركوا بينهم بالسوية. الإخوة الأم في حال كانوا أكثر من واحد، يتم التوزيع بينهم مش للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما يتم التوزيع بينهم بالتساوي بينهم في حال هذول الإخوة الأم. والأم قلنا بتاخد السدس الثلث في حال عدم وجود فرع وارث وعدم وجود عدد من الإخوة. وتكلمنا برضو عن فرض الثلثان، قلنا يستحقوا أربعة. وتكلمنا عن فرض السدس، قلنا يستحقوا السبعة اللي هم الأب. وقلنا له 3 حالات: قد يرث بالفرض، وقد يرث بالتعصيب زائد الفرض، وقد يرث ياخذ التركة كلها. والجد كالأب قلنا في حال عدم وجود الأب قانونا، أما فقها في اختلف الجد عن الأب. الأم قلنا تاخذ السدس في حال وجود فرع وارث وعدد من الإخوة. بنت الابن إذا وجد معها بنت صلبية تأخذ السدس تكمل الثلثان. وكذلك الأخت لأب إذا وجدت مع الأخت الشقيقة بتأخذ فرضها اللي هو النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكمل الثلثان. والجدة في قلنا في حال عدم وجود الأم جدة تأخذ السدس، وعدم وجود جدة أقرب منها. والإخوة لأم أو الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان منفرد وعدم وجود أصل وفرع وارث يستحق فرض السدس. هيك بنكون تكلمنا عن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، اللي هما النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طبعا هذول الفروض تكلمنا عنهم، تكلمنا عن أصحابهم. هنورد إليكم بعد التطبيقات تطبيق هذا اللي بدي أقوله، اعتبروه كواجب إن حل، وممكن أسألكم في المحاضرة القادمة، اللي هو هنقول مثلا توفت عن زوج وبنت صلبية وبنت ابن، حدد نصيب كل وارث مع التعليل.
أو حدد فرض كل وارث مع التعليم. وكذلك ممكن نعمل كمان مثال، هي مثال واحد، ممكن نعمل كمان مثال، نقول مثلا توفت عن زوج وابن وبنت، برضو بدنا نحل المثال هذا ونقول ليش أخذ هذا ربع وليش أخذ النص مع التعليل. هاي مثال تاني. يبقى المثال الأول قلنا فيه توفت عن زوج وبنت صلبية وبنت ابن. المثال الثاني اللي هو نكتبه توفت عن زوج وابن وبنت. المثال اللي بعديه هنقول مثلا توفى عن أم وبنت وزوجة. بدنا نحدد ايش فرض كل واحد، وكل واحد قديش بيستحق. وممكن نقول برضو توفى عن زوجة واتنين بنت ابن وأب، توفى عن زوجة وبنتا ابن وأب. برضو بدنا نحدد نصيب كل واحد وقديش قديش فرضه أو مع التعليل. مثال أخير، توفت عن زوج وجد وبنت ابن وبنت صلبية. بدنا نحل هذا المثال ونوضح مع التعليل، يكون الحل مشمول بالتعليل. إلى اللقاء في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.